السلام عليكم أصدقائي. فيديو جديد واليوم جديد. اليوم أخوتي غادي نهضر لكم على محترف في التجارة الإلكترونية. شكون هو؟ سيمو لايف. إذا غادي نهضر لكم على المحترف خاص في يوتيوب أمين رغيب. أش غادي نقول لكم؟ اكتشفنا هذه الأيامات خاص في المواقع الاجتماعي نايضة بين أمين رغيب وسيمو لايف. ما هو السبب؟ هادشي كان غادي نناقشوه. إذا سيمو لايف، إذا هادشي اكتشفتوه خاص، إذا تكونوا عارفين بأنه الموضوع ديالنا اليوم، إذا على سيمو لايف اللي طلب بزاف ديال المغاربة خاص يسجلوا. اكتشفتوا واحد الضجة كبيرة بين سيمو لايف وأمين رغيب. علاش؟ إذا سيمو لايف طلب بزاف ديال المغاربة يمشيو الى تايلاند باش يشتغلوا خاص في التجارة الإلكترونية. ازيد 150 واحد، ومن بعد غادي يدار واحد القرعة، ومن بعد غادي يختار، ومن بعد بزاف ديال الحوايج. اذا كامل هادشي غادي نناقشوه. اللي عليكم هو تبع هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. اش غادي نقول لكم؟ غادي نحط لكم رايي، ونتمنى ان شاء الله هادشي اللي غادي نقول لكم يقدر يكون بصح، يقدر نكون غلط، نتمنى ما نكون غلط. اذا سيمو لايف محترف خاص في التجاره الالكترونيه. كلشي كيعرف هاد سيمو لايف بانه محترف في التجاره الالكترونيه، كيبيعوا بزاف ديال الحوايج خاص في التجاره الالكترونيه، ولكن بعض الاعمال مخفيه باش نكون واقعيين. اذا أمير رغيب كيقول بأنه عنده بزاف ديال الدواسة خايبين خاص على سيمو لايف. واش غادي نتيقوا بأمير رغيب ولا غادي نتيقوا بسيمو لايف؟ وسيمو لايف واحد الرجل ذكي، واحد الرجل عقلو حامر، وفي نفس الوقت برع خاص في الأيامات ديال كورونا الصندوق 100 مليون. واو 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 واو. إذن أغنى ربما رجل خاص على حسب في المغرب، في المغرب العربي في التجارة الإلكترونية. إذا هادشي كامل أمير رغيب كيقول بأنه هاد الشخص دار المواقع باحين بالسمية ديالو كذا كذا وزيد وزيد. واش هادشي غادي نتيقو ولا غادي نتيقو بسيمو لايف؟ إذا بعض المرات كنلقاوهم يبدا يعيروا بعضياتهم، كيخرج هذا الفيديو اليوم غدا يخرج سيمو لايف فيديو ثاني. مع الأسف الشديد ما بقيناش عارفين واش غادي نتيقو بأمير رغيب اللي كيقول لنا، حيت أمير رغيب كيتوش في مراكش وكيقرا هادشي ديال اي بي تي في، كيشرح هادشي ديال اي بي تي في كيفاش بزاف ديال الحوايج. إذا ما نقدرش نفسر لكم مزيد. إذا سيمو لايف محترف خاص في التجارة الإلكترونية، وحاليا اكتشفنا دار واحد الفيديوهات خاصة في الفيسبوك ديالو كيقول بأنه 150 واحد مغربي غادي يغادروا إلى تايلاند، وبعد 60 يوم كلهم غادي يكونوا واعرين وغادي يديروا لاباس. أو إلا بغيتي تقرا هادشي باش نشرح لكم خاص ديال تايلاند، راه ماشي فابور باش نكون واضحين، كتميزي أزيد أكثر من 15 مليون، وقيلا 10 مليون، 15 مليون، 20 مليون. إذا أنت كتحطي واحد المبلغ 10 مليون ولا 20 مليون باش هو يقريك. قال أمير رغيب قال بأنه هاد سيمو لايف راه يقدر غادي ينصب عليكم، يقدر غادي يدير لكم، غادي يفعل لكم، وكيقول بأنه أمير رغيب عنده الدواسة بزاف، وكيطالب بعض المغاربة باش يجيو عنده لمراكش باش يوريهم الدواسة ديال بصح. كيقول بأنه أمير رغيب يقدر غادي تنصبو خاص أمام سيمو لايف. واش هادشي بصح ولا ماشي بصح؟ إذا كما قلنا هاد سيمو لايف قدم بزاف ديال الحوايج. إذا أنا كيبين بأنه واعر خاص في التجارة الإلكترونية بزاف ديال الأشهر. أش غادي نقول لكم أنا رأيي؟ واش نقول للناس سيروا سجلوا وسيروا ديو 20 مليون ولا 12 مليون ولا 15 مليون ومشيو لتايلاند ومن بعد غادي تشتغلوا تما، وعلاش ما يشتغلوش في المغرب؟ أش غادي نقول لكم؟ أش غادي نقول لكم؟ سمحوا لي أنا ما كنفهم والو. أنا صراحة أنا كنفهم والو حتى شوية في يوتيوب فقط، أنا ما كنفهم والو. أش غادي نقول لكم؟ ديروا النية ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. اذا سيمو لايف كيبان في الهضره ديالو في المستوى، ولكن سيمو لايف واش محترف في التجاره الالكترونيه؟ واش هاد الملايين كلها دارها في التجاره الالكترونيه ولا شي حاجه اخرى؟
باش نكون واضحين، راه بزاف ديال الناس كتشوف عنده فيلا، كتجي كتشوف عنده طوموبيل واعره ديال 30 مليون ولا 40 مليون، من بعد كيقول لك اسيدي انا يوتيوبرز. هو يوتيوبرز فاش دار هذا الشيء اليوتيوب، الا جينا نشوف الارباح ديال اليوتيوب بسيطه جدا، لا كاين شي حاجه اخرى. باش نكون واضحين، اذا ما اكتشفنا بانه امين رغيب كيقول بانه سيمون لايف كيشتغل هذا الشيء ديال الاباحيه، يقدر هذا الشيء ديال الاباحيه اللي كيعاودوا بعض الناس اللي كيعاودوا على المواقع الاباحيه فلوس كثيره، الملايين ديال 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 الدولارات خاص في هذه المواقع الاباحيه، يقدر يكون هذا الشيء كيشتغل سيمون لايف، ممكن كل شيء ممكن. اذا علاش امين رغيب وسيمون لايف خاص من بعضيتهم وما كيناش عفوا وكاين العداوه بين سيمون لايف وامين رغيب؟ كما قلنا كيدير هذا الفيديو كيرد عليه هذا، واش هذا الشيء بصح ولا الا مسرحيه فقط بعضيتهم ولا كيفاش اشنو كاين؟ اذا اش غادي نقول لكم، عمركم تجيبوا اخبار اشنو كاين في هذا العقل، عمركم تشوفوا تجيبوا اشنو كاين في هذا العقل ابدا الا الله سبحانه وتعالى. اذا اش غادي نقول لكم، انا رايي 150 واحد اللي غادي تغادر الى تايلاند باش تشتغل، باش يقريهم سيمون لايف مده 60 يوم وغادي دير لاباس. واو 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 صعيبه هادي، واه تي خو زعما نحط انا 20 مليون بعد 60 يوم نولي نربح 2 مليون في سيمانة 4 ايام، 2 مليون نربح 20 مليون. واو 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 كيفاش؟ وهاد الفلوس فين يجوني؟ هاد الفلوس غيجيو من الشركات زعما التجارة الإلكترونية؟ كاين شي حاجة أخرى تما. إذا الناس غادي نقول لكم ديروا النية، وأنا رأيي ديروا النية وإن شاء الله الكلام عند الله، وإن شاء الله وردوا بالكم. إذا إذا درنا الحسابات ديال لهاد الناس 150 واحد كلها كل واحد غادي يدفع الزيت اكثر من 10 مليون، الزيت اكثر من 15 مليون. واو دير لها الميكان ديال الحساب، وانت راه همزه هادي السيمون لايف وحق الله غادي يسب غادي يسب. انا ما عرفتش نحط 10 مليون باش نقرا التجاره الالكترونيه باش نربح بزاف. التجاره الالكترونيه راه عادي، شنو هي التجاره الالكترونيه باش نشرح لكم؟ التجاره الالكترونيه هي بيع وشراء فقط. اذا يقدر بعض الناس كتلقاهم في الجامع حدا الجامع كيبيعوا تقشيره، كيبيعوا السراول ديال الامام ديال الفقيه، هكا كيبيعوا عشري ويلاد، هذيك هي التجاره. اذا هذيك التجاره خاصه للواقع، والتجاره ديال الالكترونيه هما كيبيعوا الالكترونيه، ولكن شنو كيبيعوا؟ اذا خصكم تعرفوا شنو هي التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه فيها وفيها، كاينين بعض الشركات كيوصلوا البضاعه بالوثائق وبالمعقول، كاينين بعض المغاربه بعض العرب، انا ما قصدت شي واحد. شنو كيقول لك؟ كيقول لك هالبضاعه نبيع لك هذه البضاعه، كتخلصها انت بالفلوس، من بعد كتوصل بهذيك البضاعه وكتحل هذيك البضاعه، انت كنتي ربما شريت هذيك البضاعه، من بعد كتلقى مونيكا ولا تلقى دي بضاعه ولا تلقى شي حاجه عاديه ولا كتلقى شي حاجه من شي هي. من بعد كيقول لك السلام عليكم راه هذيك البضاعه اللي صيفطتوا لي ماشي هي هذيك، لا اسمح لينا الشرف اسمح لينا، من بعد عاود لينا هذا المشكل ديالك. واه بصح كيقطع وتزيد صافي. السلام عليكم، هذه هي التجاره عند عامه ديال العرب، كلشي اكثريه، كاين اللي كتوصلوا ببضاعه حقيقيه كاين اللي